صباح الخير سعادتك يا فندم. صباح الخير خالد، انت لسه ما افرجتش عن الواد ابن الصلح؟ ما اقدرش افرج عنه يا فندم، لان في قرار من رئيس النيابه بعدم اخلاء سبيله الا بعد العرض عليه صباح باكر، والقرار هو يا فندم. ده صحيح، ما نقدرش نخلي سبيله. طب ما قلتليش من الصبح ليه يا خالد؟ والله يا فندم انا حاولت اقول لحضرتك بس حضرتك ما ادتنيش فرصه. كده لازم ادي خبر لمدير الامن، ويا ريت حضرتك تقول له كمان ان الواد ده نصاب وحرامي. ايوه يا فندم، نصاب وحرامي، وانا متاكد بما ان ابوه يعني سواق سياده مدير الامن ناقل كلام غلط ومش مظبوط، واول ما سيادته هيعرف الحقيقه هيطربق الدنيا عليه. طب اتفضل انت خالد وانا هتصرف. يا حبيبي لسه ما جهزتيش؟ اعمل ايه بس يا خالد، الولد سخن قوي ومش عايز يسكت مع ماما، بعدين انا قلبي مش مطوعني. خلاص حبيبتي خليكي معانا. يا سلام. امال عاوزه ايه؟ معرفش، انا رايي انك تفضلي معانا. هي مامتك بقى هي اللي قالت لك ما تجيبش مراتك معاك؟ اللي دخل ماما بس في الحاجات دي، وانتي عارفه كويس قوي ان انا ما بحبش النغمه دي. هي مش قالت لك قدامي احنا مش عايزين نتقل عليهم في الفرح؟ يبقى اكيد كانت تقصدني انا وليلى مرات احمد. امي قالت الكلام ده لما قلت لها عايز اعزم ضابط زميلي اللي هو اخوكي، ولا انت بتسمعي اللي على كيفك وبترمي الباقي؟ وبعدين انا ما بحبش تيره امي تخش في مواضيع زي دي، فاهمه ولا لا؟ مالك محمود كده؟ امي امي يا ستي. خلاص يا سيدي امك، هو انا قلت لك مرات ابوك؟ حاجه غريبه قوي. امي امي اتكلمي باحترام اكتر من كده، فاهمه ولا لا؟ وخلي الليله دي تعدي على خير. كلمه واحده، عايزه تقعدي مع ابنك اتفضلي، عايزه تروحي الفرح تجهزي في 5 دقايق، قلتي ايه؟ ما تردي. خلاص حاجي. الام يال اخيرا يا ياسمين، انا فعلا مش مصدق نفسي. لا صدق، انا لحد امبارح بس كنت بحلم. يعني خلاص الحلم بقى حقيقة. انا بحبك قوي يا ياسمين. انا عارفة. طب ما انا عارف ان انت عارفة، انا بس بحب اكد يعني. انا كمان بحبك قوي. اقول لك ايه، تيجي نسافر دلوقتي بدل بكره؟ اشمعنى؟ يعني اكيد هنحس الفرق. ماشي. طب يلا نغير هدومنا. لا انتوا اكيد مجانين. نعم يا ستي صح، خدي كلميني. ايوه ياسمين يا حبيبتي، اخبارك يا روح؟ وحشاني موت. على فكره ياسمين هتيجي من السفر يا روحي مش هتلاقينا، هنسافر باذن الله انا وهو. لا يا حبيبتي ان شاء الله، ان شاء الله مع اول بيبي باذن الله يا روح هننزل اجازه ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، خلي بالك على نفسي، بابا معاك اهو. هيا ياسمين. ايوه حبيبي. طيب اوكي يلا مع السلامه انت حبيبي. هو معاك يا بابا. هلا. ايوه يا ايمن. لا ما انا عارف جنانك. خلي بالك على مراتك. طيب يا ناصح. بقول لك ايه؟ قول له اول ما يوصلوا يطمنونا. سمعت مامتك بتقول ايه؟ اول ما توصلوا تطمنوه. طيب مع السلامة حبيبي. مالك؟ مش عارفة هصحى من النوم. ما تلاقيهوش جنبك. وطالي بقى نوع شغل الحماوات ده. حماوات ايه يا حسام؟ انا فعلا يا جماعة قلبي بيوجعني عشان ده أول مرة يغيب عني. ما تخش تنامي يا حبيبتي، ما الولد خلاص نام. أنام إزاي بس يا خالد؟ ما مامتك زمانها جاية زي كل يوم تشوفه. أنا اللي مجنني إن الولد ما نامش طول الليل إمبارح ولا حتى بعد ما جينا، ولو صحي هتبقى كارثة. بقول لك إيه والنبي يا خالد؟ إيه بقول لمامتك تيجي تشوفه كل يوم بعد الظهر، بلاش البدري قوي ده. ما اقدرش اقول لامي حاجه زي كده، ثم هي تيجي وقت ما هي عايزه. ايوه بس انا من حقي ارتاح. ارتاحي بعد ما تمشي.
يا خالد ما هو الولد بيصحصح بعد كده وما بعرفش انيمه. اتصرفي وحسك عينك تقولي لامي كلمه كده او كده، فاهمه؟ هي مكتوب عليا الست دي؟ ليلى والنبي الشاي بسرعه عشان خاطر اتاخرت على الشغل. ليلى فوقي الشاي عشان اتاخرت على الشغل. يا سلام يا احمد على العز على راي اختي، ده كمان لما يرجعوا من شرم الشيخ هيسافروا اوروبا ويلفوا الدنيا كلها، يا بختهم. ليلى ايه ايه يا احمد، في ايه بس؟ فيها ايه لما احلم اننا وانت نبقى زيهم ونسافر يا حبيبي ونلف الدنيا كلها؟ يا حبيبي قلبي ما تلفيش دماغك بالاحلام، كل شيء بأوانه ان شاء الله. بكره نكبر وتكبر معانا فلوسنا ونلف العالم زي ما انت عايزه. انا دلوقتي عايزك تصبي لي الشاي. نكبر وتكبر فلوسنا، ما احنا ساعتها يا حبيبي هنكون عجزنا. تفتكري يا ليلى يا حبيبتي ان انا ما نفسيش الف العالم زي ما انت بتقولي؟ اكيد بتمنى، بس الدنيا وامي علموني ان كل شيء بيجي بالصبر والاصرار، واهم حاجه اهم حاجه يا ليلى الرضا بالموجود، مش كده؟ بس برضه العز ده حلو قوي قوي. يا ستي ندعي ربنا الاول ان ربنا يدينا اولاد صالحين نعرف نربيهم ونكبرهم ونعلمهم، ويا ريت يا ريت نعرف نجوزهم وساعتها بقى يحلها الف مليون حلال. صح، انت بتتكلم صح يا حبيبي، ساعتها بقى هنكون عايزين مصحة نرقد فيها ولا حتى بيت مسنين. يا ده انا اتاخرت قوي، خليكي فاكره ان انا هنزل الشغل من غير ما اشرب الشاي. صباح الخير. صباح النور. عايزين مني حاجه قبل ما انزل؟ عايزه شويه صبر يا حبيبي من اللي عندك ده. يا حبيبتي قولي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ايوه كده، كل ما تشكري ربنا ربنا هيزيدنا ان شاء الله. بقول لك ايه يا اسمهان، خلي بالك من اختك. اختي في عيني. حاضر في عيني. ايه ده بقى، مين اللي يخلي باله من التاني؟ يا ستي خلاص ما تزعليش قوي كده، خلي بالكم انتوا الاثنين من بعضيكم. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا حبيبي خلي بالك من نفسك. ان شاء الله. بقول لك يا ليلى ما يلا، لا اله الا الله. بس برضه العز ده حلو قوي. انا حاسه كده يا اسفهان من اول ما جيتي، حاسه ايه بصراحه كده؟ حاسه انك مضيقه عليا انا وجوزي. ايه هي دي حاجه عايزه انبهها؟ خلاص امشي. يا ريت. ما اقصدش يعني اختي، برضو ما تهونيش عليا، وبعدين المشوار بعيد عليكي اهو، هنا ربع الطريق. لا بجد لو عايزاه نمشي. ايه يا اسمهان انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ ده احنا بنهزر، انت اتجننتي ولا ايه؟ وبعدين ده انت مونسانا انا واحمد، واديكي شايفه احمد طيب قوي قد ايه. انا شايفه احمد طيب قوي قد ايه، طيب قوي قوي قوي.